بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا أول نموذج أو النموذج موديل نمبر 1، النموذج الأول من 15 models، من 15 نموذج test on the whole curriculum according to the new system، طبقا للمنظومة أو النظام الجديد. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا احنا عارفين ان عندنا يونت 12 ملغية، ولكن احنا just reading يعني نقرأها فقط، فاحنا توقفنا عند يونت 11 في الأسئلة معنا على القناة، وهنبدأ بأول موديل معنا. Number 1 choose the correct answer from A, B, C or D. The ability to continue trying to do something even when it's very difficult means the ability، القدرة على الاستمرار في انك تحاول ان انت تفعل شيء even حتى when it's very difficult، حتى لو هو صعب. means يعني determination اللي هو التصميم او العزيمة، cooperation التعاون، transportation النقل، examination الاختبار. طبعا هنا ايه determination اللي هو العزيمة او التصميم. in summer في فصل الصيف، people often use their air conditioner، الناس بتستخدم ال air conditioner يعني تكييف الهواء to lower the temperature، ليقلل درجة الحرارة. the antonym of lower، lower يعني يقلل، العكس منها increase يزيد، طبعا increase يعني يزيد، لكن reduce يعني يقلل، بتدي للسينما المرادف reduce ينتج realize يدرك. over population التعداد السكاني أو التزايد السكاني، space means many problems الكثير من المشكلات، in big cities في المدن الكبرى like Cairo، saves يوفر، does feeds يطعم، causes طبعا هنا يسبب، طبعا يسبب، لكن does يفعل، لا هو بيسبب مشكلات. You should care space your health and don't drink much coffee، طبعا يجب ان انت تعتني بصحتك ولا تشرب المزيد من القهوة. طبعا care ممكن يجي معها of او about او for، ولكن care about يعني تعتني به، يبقى هنا تعتني به اسمها care about، لكن care of يعني يرعى او يهتم. They sent a rescue space to save the plane، بعته او ارسله بعثة انقاذ، يبقى ايه session جلسة، mission بعثة، طبعا هنا mission، لكن عندنا permission يعني اذن او تصريح، impression يعني انطباع، طبعا هنا mission يعني بعثة. as a trader كتاجر، he always looks for much، كتاجر دايما بيبحث عن ايه profit الربح، طبعا profit التاجر بيبحث عن الربح. loss الخسارة، hazard الكراهية، violence العنف، لا هي profit يعني الربح. it's important to space your teacher many times while talking to the class، it's important to interrupt، it's impolite sorry it's impolite يعني غير مهذب، to interrupt تقاطع، ولا interpret يفسر أو يترجم، interact يتفاعل، interchange يتبادل، طبعا هنا interrupt يعني غير مهذب أو ليس من الأدب إن أنت تقاطع المعلم مرات عديدة وهو يتحدث إلى الفصل. look انظر، a bird الطائر is flying in that in the sky، طبعا look من الكلمات اللي بتدل على present continuous المضارع المستمر، يعني انظر حدث يقع وقت الكلام، the bird is flying الطائر بيطير في السماء. by next Monday، by ومدة زمنية مستقبلية، يبقى present perfect future perfect يعني مستقبل تام، future perfect يعني will have والتصريف الثالث، يبقى next Monday I will have done، هكون انتهيت all my English homework من كل واجباتي. قنا is the city in which I was born، طبعا in which يعني اتولدت فيها، طبعا قلنا in which in which وليست where، لأن where لا تسبق بحرف جر، where على إنها مكان، ولكن هنا غير عاقل لأنها سبقت بإن. محمود التيشيرت is exactly the space mine، there is no difference between them، طبعا exactly the same as mine، exactly the same يعني مثلي تماما. there is no differences، لا يوجد اختلاف. after
مازن is based his homework. He went out. طبعا after بعدها ماضي تام ماضي بسيط يعني had والتصريف الثالث، يبقى after مازن had done، لان عندنا ماضي بسيط يبقى ماضي تام. لكن had been done دي جملة passive وجملة ليست passive، يعني ليست مبنية للمجهول. You went to school yesterday. طبعا هنا جملة take question، يبقى didn't لانها تكون ايه ماضي. Didn't you. Didn't you. Our flat is based at the moment. الشقة بتتلون أو تندهن. Is being painted. برضو present continuous ولكن passive. Is being painted يعني يتم طلعها أو تدهن. Is based cleaned the chair. He asked his father to sit on. طبعا هنا having cleaned. Present past perfect. Having والتصريف الثالث. وعندنا الجملة الثانية ماضي بسيط. Having cleaned the chair. بالنسبة عندنا read the following passage then answer the questions. هنقرأ القطعة ونجيب على الأسئلة. Last year my friend Hisham and I decided to visit an old friend called Adam. العام الماضي أنا وصديقي هشام قررنا نزور صديقنا القديم آدم. We had first met Adam at Cairo University. قابلنا آدم آخر مرة في جامعة القاهرة. But we lost touch with him. ولكن فقدنا الاتصال به. When he moved to Thessaloniki in the north of Greece. يعني مدينة ثيسالونيكا في شمال اليونان. I had always wanted to see Athens and so Hisham. دايما كنا عايزين نروح لأثينا نرى أثينا and so Hisham. وهشام أيضا agreed to spend a week a few days there before we went to meet our friend. يعني قبل ما نقضي أيام هناك قبل ما نقابل صديقنا هناك. We decided to use an old guidebook of the city that my cousin Sammy had given to me. قررنا ناخد كتاب استرشاد للمدينة من ابن عمنا سامي. It was supposed to be the best guide to the city. وده كان أفضل مفترض أن يكون أفضل دليل لنا للمدينة. It seemed to be very detailed. يبدو أنه بالتفصيل جدا. And it had a lot of maps. وفي خرائط كثيرة. At that time I didn't realize that it had been more than 15 years since my cousin last visited Athens. At the time في الوقت ده I didn't realize لم أدرك that it had been more than 15 years. يعني ده من أكتر من 15 سنة since my cousin آخر مرة last ابن عمنا last visited Athens زار Athens. If we had known that لو كنا نعرف ذلك his book had been written in 20 his book كتابه كان انكتب من 2003 we wouldn't have used it. مش استخدمنا. It told us to avoid a lot of hazardous places. يعني الكتاب طلب ان احنا نتجنب اماكن كثيرة عشوائية. In the city في المدينة. So we did. لذلك تجنبنا هذه الاماكن. Adam later told us. بعد كده آدم اخبرنا that those areas were fantastic. ان هذه الاماكن اصبحت رائعة. We should have realized that a lot of changes. لازم ندرك ان في تغيرات كثيرة had been made to the city. تمت للمدينة for the 2004 Olympic Games. منذ 2004 في الأولمبيات. Areas that hadn't been very interesting in 23. مناطق ليست شيقة في 2003 became very interesting after they were improved. بعد تحسينها. If we had known about them. لو كنا عرفنا ذلك. We would have gone to see those areas for ourselves. كنا ذهبنا لهذه الأماكن بأنفسنا. When we left Adam, لما تركنا آدم, he gave up an up-to-date and reliable new guide to Greece. يعني دنا مرشد موثوق منه. Which we used to visit some of the islands. زرنا جزر أو بعض الجزر. You could also read it online. ممكن تقرأ عنها online and downloaded maps وتنزل خرائط and updates وتحدثها. It was fantastic. كانت رائعة. If I went traveling again. لو ذهبت للسفر مرة أخرى. I would definitely use an up-to-date guide. هستخدم مرشد حديث. Why didn't Hisham and the writer keep in touch with Adam? ليه آدم وهشام ما كانوش على اتصال بآدم وصديقه أو الكاتب
أو هشام والكاتب ما كانوش على اتصال بصديقهم آدم. they fell out him يعني قطعوه. he went to a different school راح لمدرسة مختلفة. he lived in a different country عاش في بلد أخرى. he spoke a different language بيتكلم لغة مختلفة. طبعا هنا he lived in a different country هو طبعا انتقل إلى أثينا أو جريس اليونان. what did the writer first think of the guidebook his cousin gave اعتقد في البداية عن الكتاب الاسترشادي it seems to be good يبدو أنه جيد. he didn't trust it لم يثق فيه. it was very old قديم جدا. it was new and reliable جديد. طبعا هنا it seemed to be good يعني يبدو أنه كويس لأنه كان في تفاصيل كثيرة. why did the writer and Hisham not visit some parts of Athens ليه الكاتب وهشام ما زاروش أماكن في أثينا. آدم ordered them not to go آدم طلب منهم ما يروحوش للأماكن. the Olympic games were happening الأولمبياد كانت هناك. the guidebook didn't recommend them الكتاب لم يوصيهم يرشح عليهم. they didn't have time ما كانش عندهم وقت. طبعا هنا the guidebook didn't recommend لأنه إيه قال إن دي مناطق عشوائية. How did they get information to travel around the island? إزاي حصلوا على معلومات عشان يزوروا الجزر؟ From an online guide من مرشد. Online from an ebook من كتاب. From a guide that Adam had من مرشد كان مع آدم. From a man who knew the island من شخص يعرفه في الجزيرة. طبعا هنا from a guide that Adam had طبعا ده من الجايد اللي آدم had طبعا جابها لنا في الباسج عندنا. When we left Adam لما تركنا آدم he gave us أعطانا an up to date and reliable new guide to Greece. طبعا هنا you could also read it online ممكن تقرأ online and download the maps and updates ولكن هي ايه طبعا guide book آدم أعطاه لهم. the synonym of hazardous طبعا هنا عشوائي reliable موثوق منه dangerous خطير secure آمن stable يعني مستقر. طبعا هنا dangerous يعني خطير. next time when visiting Athens you should use لما المرة الجاية تزور أثينا you should use an umbrella شمسية an up to date guide طبعا هنا an up to date guide يعني إيه كتاب أو استرشادي حديث. the changes happened in Athens were due to طبعا التغيرات بسبب the two Olympic games the World Cup طبعا هنا the two 24 Olympic games. هشام and the writer met Adam for the first time أول مرة قابلوه at the cinema في السينما the museum Cairo University طبعا هنا Cairo University يعني في جامعة القاهرة. choose the correct Arabic translation from ABC already هنختار الترجمة العربي الصح. there are some dangerous results of men's behavior against the nature such as high temperatures floods and tornadoes which often damage man's civilization. أدى سلوك الإنسان السيء ضد البيئة لبعض النتائج المدمرة. طبعا هنا dangerous خطيرة ما قالش مدمرة لأنه مدمرة معناها destructive وأدى غالبا ما تدمر ثقافة هي مش ثقافة هي civilization حضارة فدي بقى أيضا خطأ. كانت هناك طبعا كانت في الماضي هي بقول لك there are يوجد أو في الوقت الحالي فطبعا كانت ماضي. وتتلف طبعا هي تدمر لأن بقول لك damage damage تدمر. يؤدي سلوك الإنسان السيء ضد البيئة لبعض النتائج المهمة مثل ارتفاع درجة حرارة الفيضان والعواصير التي غالبا ما تدمر ثقافة طب أيضا تدمر خطأ ثقافة هي حضارة. هناك بعض النتائج الخطيرة لسلوك الإنسان السيء ضد البيئة مثل ارتفاع درجة الحرارة والفيضانات والأعاصير طبعا هنا واستخدام البراكين هنا خطأ أيضا هي الأعاصير تونيدوز والتي غالبا ما تدمر حضارة الإنسان. طبعا هنا لتر إيه لتر دي صح استخدم ال طبعا تدمر حضارة ويستخدم هنا كلمة عصير صح. بالنسبة لتشوف the correct English translation from ABC or D تلعب التكنولوجيا الحديثة الآن دورا كبيرا في مجال التعليم في طلاب المرحلة الثانوية مثلا يمكنهم استذكار دروسهم وأداء الامتحانات على الكمبيوتر اللوحي الخاص بهم. modern technology now plays a big role in the field of education secondary school students for example can study their lessons and take exams on their tablets. modern technology now plays a big role طبعا رول هنا قاعدة هي رول دور فطبعا رول هنا خطأ.
Modern technology now plays a big role in the field of education. Secondary school students, for example, can study there. طبعا هي there ملكية there يعني هناك في دي خطأ. Modern technology now play طبعا هنا technology now plays طبعا هي plays يبقى احنا عندنا letter A. بالنسبة عندنا write an essay of about write an essay of about 180 words on learning is a continuous process. التعليم عملية مستمرة. طبعا ده موجود عندنا على القناة، ياريت نرجع ونذاكره. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وانتظرونا مع موديل 2، والسلام عليكم.